مساء الخير. على وقع تحركات الشارع المطلبية اللي كان عم ينطفئ تحت شعارات مطلبية محقة، عم بخلطها من حين إلى آخر أو عم بلطخها من حين إلى آخر بعض الشعارات المذهبية والطائفية، أطل رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة مباشرة عالية النبرة ومن دون أي مواربة بأنه كان هناك محاولة انقلاب على الدولة لكنها سقطت، وقال أيضا بأن ثمت غرف سوداء تحاول استخدام وجع الناس. فقال كان المطلوب هو منع الحكومة من تنفيذ قرارها بإزالة الركام الذي يخفي تحته أسرار هيكل الفساد. حسان دياب تحدث أيضا عن تخبط لدى الطبقة السياسية التي أفسدت بالبلد وهدرت المال العام، قائلا لقد علموا أننا بدأنا نكتشف غرفا كثيرة من هذا الهيكل، وأننا عثرنا على مفاتيح غرف عديدة من ذلك البنيان الأسود الذي تخرج منه روائح الصفقات والسمسرات والسرقات المغطاة بقشرة السلطة. هناك الكثير مما كان أو مما يمكن الحديث عنه اليوم، وهناك أكثر بكثير يمكن كشفه قريبا بالوثائق والوقائع. فانتظروا حتى تنتهي عملية إزالة الركام من فوق هيكل الفساد، لأن هذا الهيكل سيسقط على رؤوس الذين يختبئون في زواياه التي كانوا يعتقدون أنها محصنة وأنها تستطيع حمايتهم من زلزال الإرادة الشعبية الذي يبدو أو بيد أن أو أبدا أن تنتصر لحقها في محاسبة الذين خطفوا الدولة كما قال رئيس الحكومة، ورهنوا مصير الناس ببقائهم في مواقعهم التي ظنوا أنها أملاك شخصية وتصرفوا بمقدراتها وسلطتها، ونسوا أنها مجرد أو مجد زائل، وأنها لو دامت لغيرهم لما وصلت إليهم. مجددا سقطت محاولة الانقلاب. من هالكلام بدنا نبدا وبدنا نرحب بضيوفنا بالاستوديو، المحامي الشريف سليمان والمحامي والناشط السياسي والصحافي حسان الحسن. اهلا فيكم معنا باستوديو الاو تي في. يعني مثل ما قلنا رح تكون بدايه من كلمه رئيس الحكومه حسان دياب. اعتدنا بالفتره الاخيره كل ما يكون في تصريح لاحدى الشخصيات السياسيه وخاصه كان لرئيس الجمهوريه او لرئيس الحكومه يكون في اندفاع اكثر بالشارع ويتوقع ان ينتفض الشارع بشكل اكثر كرده فعل سلبية على هذا الكلام. أنتوا اليوم كأطراف فاعلين في هذا الحراك، كيف قرأتوا كلام رئيس الحكومة؟ ببعده الإنشائي والوجداني 16 على 20، ببعده العملاني لشيء. ليه؟ ليش لشيء؟ إنه في فساد وفي هيكل الفساد، عم نشيل الركام، ما سمى مين الفساد اللي عم بيصوب عليه؟ ما سمى اسم. هذه الحكومة فاقدة للعزم، وهذه الحكومة غير قادرة على تطبيق القانون بالتعيينات، غير قادرة على تطبيق الدستور بقرارات مجلس الوزراء. هذه الحكومة منا قادرة تعمل شيء، هي شكل. وين شفت هالحكومة ما طبقت القانون بالتعيينات؟ بالتعيينات في آليات لتطبيق القانون مش على أساس المخاصصة، التعيينات اللي بس هي اعتمدت الكفاءة واعتمدت أيضا الأقدمية، وكان في سيفيات وزعت على الحكومة، مش الأقدمية عفوا، اعتمدت الكفاءة والقانون اللي هو قد أقر للآلية. يعني هذا القانون لم يصبح نافذ وفي كلام عن طعم بهذا القانون. نعم، يعني لم تخالف بالشكل هذه الحكومة. بيكون في عنا بالقانون تبع الإدارة وجوب تعيين من داخل الإدارة الكادر إذا متوفر، ما فينا نعين من خارج الملك. وقت ما نعين من خارج الملك بنكون عم نخالف قانون حتى ولو كان منطبق السي في تبعه. هذه عينة بالمحصلة نحن نعلم، كل الشعب اللبناني يعلم، حتى مكونات أطياف سلطة الفساد يعلمون أن التعيينات حصلت بناء لمحاصصة، سواء التعيينات الأخيرة ولا تعيينات مجالس الإدارة بالميكوان والميكتو ولا يعني كل المسائل اللي عم تحصل، عم بتكون أنه هذه الحكومة ما عندها العزم على تحقيق. ليست متهمة هذه الحكومة بالفساد، بس شخص عنده هوى سياسي، يعني هيدا بيمنع أنه هو يشتغل بالشأن العام وأنه هو يكون يعني ينخرط بالشأن العام. يعني فيكون أنت عندك هوى سياسي معين، فيكون أنت من الحراك الشعبي ما عندك أي انتماء سياسي، يعني أنت ما بيحق لك مثلا أنك كمان تنخرط بالشأن العام، يعني ما ينطبق على غيرك ينطبق عليك. بحق لأي شخص أنه يطمح وأنه يشتغل، بس وقت اللي بيكون في آليات قانونية للتعيينات علينا تطبيق الآليات القانونية للتعيينات. أنا أعطيت مثل بموضوع التعيينات، بموضوع الكهرباء مجلس الوزراء أقر قرار معين، هو سلطة دستورية، سلطة دستورية هي اللي بتحدد، هي المولجة، هي المختصة. بيطلع آخر شيء أنه بالاتفاق خارج مجلس الوزراء منطبق قرارا آخر، يعني كما ولو أنه في مادة بالدستور
مادة مكتوبة بحبر سري بتقول أن هذه الدولة تدار بواسطة الستة الكبار، وبعد ذلك كل الأمور التانية شكلية. هي سلطة دستورية مجلس الوزراء، لا نحترم مقرراتها. قد تكون صح، قد مش هذا اللي عم بحكي فيه، عم بحكي مقررات صادرة عن مجلس وزراء آخر شيء يمارس غيرها. وين مثل شو؟ العزم؟ مثل شو؟ مثل موضوع الكهرباء، معمل سلعاتة أقروا ولا ما أقروا بمجلس الوزراء قرار بمعملين؟ بمعزل. بالاخر رجعوا، لا بالاهن قالوا انه صار في لغط معين، وانه كما وردت هذه الخطه وهي وردت الخطه، وعيد طرحه. يعني كلام، يعني تعليقك على هذا الكلام حسن. عم لك هلا هو نحن يعني اليوم اللي هالحكومه بدرجه اولى، خلينا يعني الامور نجزاها. اليوم السلطه بلبنان هي طبعا تكون مجلس النواب، هي الاساس. بعدنا نحن بدستور، هو دستور طائف اللي هو حقيقه بنعمل فيدراليه طوائف بالبلد. اليوم حتى نحن يعني في شك الحراك كان في مطالب محقه حملها، وهي وجع بتعبر عن وجع كل اللبنانيين. اليوم الجوع عم يصيب كل الناس، كل الطوائف، كل الاحزاب. بس في شيء كان منه منطقي، انه كيف بدك انت تعمل حكومه، تشكل حكومه، طب الحكومه بدها تنال ثقه مجلس النواب. هون في مشكله، يا او انه بدك تعمل عمليه لاعاده تكوين سلطه من اول وجديد. هذا الشيء متاح، ما بعرف قديش متاح كان. فهون انه هي السلطه هي منبثقه عن مجلس نيابي. ونحن خلينا نكون واقعيين، يعني هل الوزراء الموجودين بالحكومه يمكن كان في، انا بعتبر تقدم معين، انه قدرت اخترت مجموعه وزراء الى حد ما يعني من اصحاب الكفاءه والتقنيين. طبعا هن اكيد لهم هوا، لهم طيف سياسي، منهم جايين، منهم مقطوعين من شجره، لانه بالتاكيد لحتى ياخذوا ثقه هالمجلس مثل ما عم نقول بده يكونوا يعني لهم خلفيه سياسيه، بده يكون هالنواب اللي بالمجلس نواب يعني بده يتمثلوا بالحكومه حتى يعيدوها، ولا كيف بتعطوها ثقه لحكومه ما بتمثلون او بعيده عنهم؟ هذا الشيء منه واقعي، الواقع هذا الواقع الحال انه الدستور هيك بيقول. فاليوم بالتاكيد يمكن انا بوافق الاستاذ ببعض المحلات، بعض المحلات لا، انه كمان يعني منا نحن الامور فينا نكون هالقد يعني والله يعني كثير هيك بعرف كيف بدي اعبر، نرجسيين بالتفكير. طيب يعني يوم حكومي يسجل لها، اذا بدنا نحكي امبارح المواقف اللي خرجت عن مختلف الوزراء واللي بينت اليوم، بس في نقطه بدي كملها بعد اذنك. نعم. يعني بس هلا اول مره كان يوجه هذا النقد اللاذع على حاكميه مصرف لبنان اقله يعني من بعض الوزراء اللي كانوا موجودين. تعيينات رغم انه يمكن ما بترضي طموح اللبنانيين بشكل كامل، مثل ما يمكن في دائما موضوع التعيينات دائما بصير في ناس معهم ناس ضد، اكيد. وانا بقدر خلفيات العلاقه بالحصص، كل واحد بس يعني توصل الامور لموضوع التعيين بيقول ليش ما انا. هون صار في حتى حكي مع بعض الافرقاء بالحكومه، وانا مسؤول عن الكلام، انه اجلوا التعيينات. ليش تنأجل التعيينات؟ لانه اليوم بضل رياض سلامه محافظ الالقاب الحاكم، هو مستقل بسلطته، كتم الاسرار للسلطه السياسيه، ما هو هون هذا دوره، كتم اسرارهم، بيعرف اخبارهم كلها، كل تحويلات الماليه تبعيتهم بيعرفها. مين هن يعني؟ مين السياسيين الموجودين؟ طب ما ليه دائما ما بتسموا؟ هن بياخذون عليكم انه انتم ما بتسموا. هلا انت هلا انت ما انك بتمثل طرف حزبي. انا بقدر اقول لك عرفت معلومه، طيب كصحافة. في ناس هددوا وقالوا بدنا نستقيل من الحكومه. عم خبرك يعني هذا مثل رئيس بري؟ يعني موضوع هيك صار بهذا الشكل، انه في ناس هددت وقالوا انه خلينا ناجل. ليه؟ لانه مفوض الحكومه بالتعيينات، مفوض الحكومه له حق يمنع يوقف قرارات للحاكم. هلا هذا الشيء صار، انا ماني هون لحتى اكون ممثل عن الحكومه، عم احكي شو صار. يعني ما فينا شيء، كل شيء نشوفه سيء. يعني كمان ثلاث اشهر ما فينا نجي نحاكم الحكومه. هلا يمكن في نظريه بتقول انه لازم يكون يمكن الرئيس في قرارات كبيره بده يكون عنده دعم شعبي كمان، يعني في كثير طروحات، في كثير ناس عندها وجهات نظر بهالموضوع، ياخذ قرارات كبيره بينال الدعم الشعبي تلقائيا. هلا الدعم الشعبي استلمه مجلس النواب، معلش مع احترامي لك وللحراك، الدعم الشعبي بمجلس النواب. حسان دياب اول ما سمى راح تظاهروا تحت بيته الحراك، جزء من الحراك، انا مش عم اتهمك لك. طيب فاذا هذا سلبيه دغري عم تحكم عليها بما يبلش هالزلمه. نعم، وفي مجموعات بالحراك اعطته فرصه. نحن اليوم بعد 4 شهور على هذه الحكومه، امام شو؟ حسان دياب اليوم ما قادر يمون على موظف لديه اسمه رياض سلامي ليروح هو وياه على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بلغة واحدة. بدنا ندخل بعد شوي المراقبين السويديين لنفك اشتباك بين رئيس حكومة وموظف لديه. بس لأول مرة بيصير في تحديد خسائر،
يعني هذا كمان تسجل للحكومة. حددت الخسائر، سلم رياض سلامي، اتفقوا انه راح يسلم، اتفقوا انه راح يسلموا، خلينا نشوف. اتفقوا، قالنا اليوم بالخطاب دكتور حسن دياب انه خلونا نخلص إزالة الركام وحنسمي لكم بالوثائق والمستندات. الشعب اللبناني تعب من الوثائق والمستندات. طب سمي لنا انت، بسمي لك مين باللغة؟ انا دغري بسمي لك. سمي لنا مين باللغة اللي هلا بالصالون السياسي اللبناني عم ينحكى انه في مشروع انقلاب على هذه الحكومة؟ مين عم يعملوا؟ بسألي بالصالون السياسي بيقولوا لك سعد الحريري ونبيه بري وسليمان فرنجي ووليد جنبلاط عم بيحضروا لمشروع لإعادة سعد الحريري. طيب نبيه بري معك شريك بالحكومة أو لا؟ بلا. شو اسمه سليمان فرنجي شريك معك بالحكومة ولا لا؟ وليد جنبلاط شريك معك بالحكومة بطريقة غير مباشرة؟ بتطلع عم توقف قدام الشعب اللبناني اللي عم بيموت الجوع، عم بيموت الجوع، بعدك ما عندك العزم تسميلهم بالأسماء. بدنا نرجع نبني على المستندات تبع حسن فضل الله يلي من 5 سنين في مستندات، في مستندات ما شفنا منها شيء. الشعب اللبناني مل وهو رايح بانتفاضته وماشي. هذه الحكومة شو قدمت للشعب اللبناني؟ لا أمام صندوق النقد الدولي، لا قادر يسمي الفاسدين، لا قادر بيطلع على التلفزيون سليمان الفرنجي بيحكي عن الحكومة كأنه هو بالمعارضة وهو فيها. نفس المسألة وزراء حركة أمل، نفس المسألة. شو هالحكومة هاي؟ إذا أنت في سدة مسؤولية مارس مسؤوليتك، قل كلمتك وطبقها. بيمنعوك استقيل، بيحاربوك استقيل، وقول استقلت الأسباب 1 2 3 4 والشعب بصف وراك. بس أنتوا رح تكونوا خلفه إذا سمى بالأسامي، إذا سمى يعني من أول يوم. أي زعيم سياسة أو أي شخصية سياسية، هلا أنتوا فريق عندكم شوية تميز. أنا بتذكر وقت كنا نحن عم نغطي التحركات الشعبية حضرتك شخصيا قلت لي نحن مستعدين نعطي فرصة للحكومة، رح نلعب دور المراقبين وعلى أساس هذا الأداء سنقيم الحكومة. ولكن أنتوا جزء من هذه المجموعات طبعا. انت ما عندك شكوك اليوم انه في بعض المجموعات اللي عم بيتم تحريكها من افرقاء سياسيين مزعوجين انه هن خارج الحكم، وفي بعض المجموعات وفي بعض الاطراف السياسيه موجوده داخل الحكومه وايضا عم تلعب على يعني على الحرطه على الحكومه؟ مزبوط. من وين بده يجيب الحاضنه الشعبيه رئيس الحكومه؟ احنا ليه بنقول كلهم يعني كلهم؟ لانه المعارضه جزء من يزعمون نفسهم اليوم انهم بالمعارضه هن جزء من النظام، ويلي بالحكومه هن جزء من النظام. حسن دياب ليس متهما بالفساد، امبارح اجى على رئاسه الحكومه، والفريق الحكومي اللي معه ليس متهم بالفساد، متهمين بانه ما عندهم عزم، ما عندهم قدره، وما عندهم استعداد يواجهوا. بياخذوا قرار بعد شوي بيحاولوا يغيروا لمسايره كذا وكذا وكذا. انتوا شو جيتوا تعملوا بالحكومه؟ كل خطابات وادبيات حسان دياب هي خطابات وادبيات 17 تشرين. طيب بتقدم لهم الخطابات، بتقدم لهم الادبيات، بس بالمقابل وقت القرار بتروح التعيينات محاصصه، انه نحن ما بنعرف كيف ركبت تعيينات مجلس الاداره تبع الميك 1 والميك 2، وهذا عمين محسوب وهذا عمين محسوب. حاج نحكي بس البلد كله محاصصه، بدنا نوقفه. ليش في انتفاضه اليوم؟ ما نحن ما بقى قبلانين بالمحاصصة، نحن ما بقى عنا حرج نسمي بالأسماء كل الطواطم المقدسة في هذه الدولة بالأسماء بكل رياح الضمير. الشعب اللبناني أمام خيار من اثنين، الجوع أو هذه الانتفاضة أنها تنجح، وهي حتنجح لأنه ما في خيار، الجوع داهم. طبعا شو كان قصده رئيس الحكومة لما قال أنه في محاولة كانت يعني تحديدا الكلمة اللي قالها محاولة الانقلاب على الدولة فشل يعني عن أي انقلاب عم تحكي تحديدا؟ حكى مثل ما يقول الأستاذ تفضل أنه في كان حكى حديث بحث مش يعني مرتقى لمستوى القرار أنه ممكن يصير في تغيير حكومي. حكى ببعض المجالس. هلا يمكن بتصور عم يشير له الرئيس حسان دياب أنه في شيء كان عم يتحضر بهال يعني بهذا الخصوص. هلا اليوم السؤال بس أنه هيك مغامرة يعني تنعمل بهالتوقيت؟ يعني نحن يمكن ما شفنا من هالحكومه انه هي يعني وصلتنا ل كانت الحكومه المثاليه، بس هلا اذا فرطت الحكومه بنروح نحو الفراغ. وين بدنا نروح؟ يعني نحن بالحالات العاديه اذا كنا كثير مرتاحين متفقين كل الطقم السياسي بالبلد بتحلى 10 اشهر لتشكل حكومه. بهذا الظرف، بهذا الجو اللي نحن فيه اليوم، يعني الضغط الاقتصادي، موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، موضوع قانون قيصر اللي له شق متعلق بلبنان. طيب يعني كمان هيدي خطوه بالمجهول، يعني هذا اللي عم بيصير. هو عم يحكي قصده كان عن الشارع، عن تحركات، بعض التحركات بالشارع. بالتاكيد كان في تحركات بالشارع اليوم اللي بيصير في جزء من هالحراك، الحراك المحق انا ما عم احكي عليه يعني مشان ما نفهم غلط استاذ، طبعا نحن معهم وبنتمنى اللي عم يقولوا انه يصير، يا ريت بيصير تعيينات بدون تكون بعيده على المحاصصه. بس انا كان وقت اللي تحركوا باول تحركاتهم انا كان عندي تمني خاص انه نتحرك باتجاه تغيير قانون مجلس النواب،
حتى نقدر نعمل سلطه جديده لتكون سلطه فعلا تنبثق منها اداره جديده. نعم. لانه الفساد موجود بالوزاره وبالاداره. مين بيعمل القانون؟ بده يعمل القانون مجلس وزراء بيعمل مشروع قانون بيبعته مجلس. نعم. نحن عشان هيك الحراك الانتفاضة طلبت اسقاط مجلس الوزراء السابق وحطت باولوياتها قانون عادل انتخابي، انبثاق سلطة جديدة بانتخابات بموجب قانون جديد، لحتى نكون اطلقنا اصلاح سياسي ومننا بتطلع كل المشاريع. بس كل المشاريع. طيب بس انت استاذنا ما فينا كنا نقدر نعمل نحن نضغط لنوصل لهالموضوع اكثر ما انه نضغط لحتى نسقط الحكومه وبدنا نسقط وبدنا نعمل بدك حدا يقدم المشروع وبدك تضغط نضغط على الحكومه. هلا نحن ليش عم اقول لك يعني عم نحكي بالموجود ليش؟ لانه يا هل ترى قادرين نحن نعمل قوه ثوريه كبيره نغير كل التركيبه قادرين. ببلد ان شاء الله قادرين. ان شاء الله ببلد فيدراليه مذاهب بقلبه قادرين. ما بعرف يعني هلا اليوم حضرتك اقوى من زعماء الطوائف، اذا بتكون اقوى من زعماء الطوائف هذا الشيء انا كثير بفرحني اليوم. لا بس انا واعي اليوم أنا لا واعي بتموز اقوى وبايلول اقوى بكثير بس ان شاء الله يعني هيدا الشيء بالشارع ابدا. انا بقول لك انا بقول لك يعني ان شاء الله بس انا بختلف. لا ما بايدك انه ما بايد كلامك انه من ناحيه دقته لانه اليوم شفنا نحن لا اليوم اي شعار مذهبي بيولع الشارع قد المفكرين والعلمانيين عمل يوم مره مزبوط. يعني نحن ليش عم نقول انه خلينا نضغط كان في فرصه وكان الحراك يعني بانطلاقته وممتاز وبعده لهلا في يعني انا بحترم كثير شخصيات منه اللي هي عم تدافع عن حقي بالنهايه بس انا عم اقول انه نوجه هالقوه بالمكان الصح ما يتاخذ شعارات ان كان جبران باسيل بده يطلع فترته كان على سوريا لاعاده نازحين لتخفيف العبء عن لبنان وعبء النازحين على لبنان ويطلع له بالهلا هو بيرجع تاني ما انا بالصدفه بعد ما حكي بيومين. طيب شوي سلاح المقاومه لازم ما خص يعني ما دخلوا بموضوع يعني ما له علاقه بالمطالب الشعبيه. اليوم اذا في افترض في تهريب نفترض في تهريب بالحدود السوريه بين لبنان وسوريا لسلاح المقاومه هذا ما له علاقه بالجمارك يعني ما في سلاح بتجمرك. خلي الموضوع بعيد هلا حتى نوجه الطاقه للمكان الصح نحن وبعدين كله بيصير. هلا هن كانوا من المجموعات اللي كانوا قاطعوا واعلنوا ببين واضح وصريح انه هن لن يشاركوا في تحرك 6/6 لانه اعتبروا انه هو مشوه تحرك يخرج عن اطار الثوره الاسرائيلي. طب كمان شيء منه مقبول اكيد يعني نحن نحن بنقول انه في ناس اكيد بهالحراك في شخصيات محترمه وهن الأكترية بس نحن يعني بنقول انه خلينا هالطاقه بس هالقد هالطاقه نركزها بالمكان الصح. لكن انا اقول لك هون لكن ركزناها الطاقه على المكان الصح استعرض عده نقاط بدها جواب سريع لانه هيدي كانت يعني طرحت ضمن الحراك انا مش هيك استعرضتها مزبوط. بس ما فيك تقول لي لانه راح حكي جبران باسيل عن موضوع اعاده النازحين طب هن عبء ولا لا هن عبء ولا لا اكيد عبء واكيد بدهم اعاده واكيد بس الهيلة هو نحن ضدها ولا بنستعرض ضدها مش الهيلة هو مش جبران باسيل لم نمارس بادبياتنا بالثوره لم نمارس بادبياتنا نحن بالانتفاضه من 17 تشرين اي شتيمه تجاه اي شخصيه. الشتيمه كانه الخلاف شخصي، نحن ما عندنا خلاف شخصي، نحن عندنا خلاف سياسي بنيوي غميق مع مجموعه فاسدين اداروا هذه البلاد من 92 لل 2000. النتيجه التي تحققت شو هي؟ انهيار الدوله. النتيجه التي تحققت نحن اليوم ما عم نحلل، نحن في قدامنا نتائج واضحه وصارت موجوده. كانوا يقولوا اذا بدكم تحكوا عن المحاصرة بدكم تبنوا دولة لنبني دولة سوا وما بدكم تبنوا دولة على السكين يا بطيخ. مشهور هذا الخطاب للرئيس نبيه بري بقلب مجلس النواب. نحن اليوم بعد 30 سنة من 92 لل 2020 اليوم مش ما في دولة، انهارت الدولة. إذا كلهم اللي كانوا متناوبين على إدارة السلطة هن فاسدين وصلوا الأمور على السكين يا بطيخ لانهيار الدولة. شو يعني على السكين يا بطيخ؟ يعني سرقونا وأخذوا شغلنا وتعبنا وودائعنا وقدرتنا على إنتاج الاقتصاد كله سخروا لمصالحهم وزبائنيتهم كلهم يعني كلهم دون استثناء مشتركون مع بعضهم البعض بإنتاج السلطة والمعارضة والسلطة وحكومة الوحدة الوطنية وكل هذا هاي السوالف اللي عملوها على 30 سنة لوصلونا لانهيار الدولة. بس اليوم شو اليوم ما في إنسان لبناني يعني أنا بدي ألعب دور محامي الشيطان. نعم. اليوم ما في لبناني مستقبل كامل وبدليل أنه في كتير أشخاص. نعم. بتحرك 6/6 مش لانه هن بيعتبروا انه سلاح حزب الله مش هلا وقته انه يسقط يعني مش بس عم نحكي عن العنوان السياسي في كتير اشخاص لما اعتبروا انه هيدا التحرك موجه نحو فريق معين ومعروف من ان الجهات الحزبيه اللي هن خلفه ما نزلوا يعني حتى هيدا الحراك بيصنبه في كتير اشخاص حزبيين يعني نحن ما نزلنا مش من هذا المطلب حراك مطلبي او تحرك سياسي
لا السؤال. سياسي تحرك تحرك سياسي ومطلبي. خلينا نقوله من 17 تشرين مطلب استقلال السلطه القضائيه اللي هذا الطلب مطلبي او سياسي؟ سياسي بامتياز. واليوم رئيس الحكومه طلب باستقلاليه استرداد الاموال المنهوبه مطلب سياسي. اليوم رئيس قانون انتخابي عادل وجديد مطلب سياسي. استاذ اليوم رئيس الحكومه طلب باستقلاليه السلطه القضائيه، انتم عم بتطالبوا رئيس الحكومه ما بحق له يطالب، نحن بنطالب، هو بده يشتغل، هو عم بحس القضاء على انه يكون مستقل، هو يقدم مشروع قانون حقيقي لاستقلاليه السلطه القضائيه ويلاحق في مجلس النواب. هذا اللي حكيتيه هو عين العقل. رئيس الحكومة اليوم طلع يحكي لغتنا بس هو بسدة المسؤولية. حبيبي طب تقعد معنا بالشارع نبعد غيرك على تشكيلات. مش هو بيعمل تشكيلات رئيس الحكومة، بالنهاية رئيس مجلس القضاء الأعلى هو اللي بيعمل تشكيلات بتشاور مع رأي مع الوزراء اللي هن داخل الحكومة. شو صار بالتشكيلات؟ بدنا نفوت على التشكيلات ولا بدنا نفوت على التشكيلات؟ أنا بس أنا بوصل مع الأستاذ زمحل أنه نحن قدام تغيير ثوري، او يعني بدها تكون هاي قوة التغيير اللي عملوها تغيير ثوري، بدها تغير كل شيء بثوره وتحاكم الطبقه السياسيه كلها وغيره، او قدام نحن تغيير سياسي بالمعنى من تدخل على من قانون لمجلس النواب بصير تغيير ديمقراطي بالاليات القانونيه المتاحه عبر الانتخاب. دعنا نتفق، نحن جميعا نطالب بالتغيير. انا متفق معك، نطالب بالتغيير، عم نحكي على الاليه، شكل التغيير واليته ايش. ونحن حزب منظم انتفاضه 17 تشرين ومتفقون على الاليات والطرائق. مفترض بكل الثورات بكون في مجلس ثوري كمان، ما بصير ولا لا؟ كيف بدك مين بفوض الحكومه؟ مين بفوض السلطه؟ مين بفوض على التغيير؟ مين بده يفوض؟ نحن ما بدنا نفوض هذه الحكومه، لا بدنا، ما بدنا نفوض. كيف بتغير استاذ؟ معلش اسمح لي. كيف بتغير؟ انا بقول لك جيبهم حطهم بالحبس. اليوم كانت العالم بشكل واضح، خلينا نقدر نمسك مباحث الحوار. انا الخميني بدك تعمل مثلا، خلينا نحط مباحث الحوار ونحط سياق لحتى توصل فكره كامله. نعم. كيف نغير الحكومه؟ نحن لما اللي انتفضنا حطينا رؤيه واضحه ومطالب واضحه انه في سلطه فاسده انهكت الدوله وانهتها، نحن بدنا حكومه اخرى لحتى انتقالية لحتى تحدد الخطوات الأولوية يلي هي قانون انتخابي جديد، يلي هو تحديد موعد لانتخابات نيابية، منروح على انبثاق سلطة جديدة، والسلطة الجديدة بتحط كل المشاكل قيد العمل لأنه السلطة القائمة سلطة مارست الفساد على 30 سنة. مين بتكون رئيس حكومة؟ نحن مين بدنا رئيس حكومة؟ اليوم هلأ صرنا منسمي، بس هلأ مش هسمي. لا سمينا. بالمرة الماضية كان ما عاملين مشروع بديل، لأنه الحكومة الانتفاضة كانت وقت اللي استقال الرئيس الحريري وصار في مشاورات التكليف والتأليف كانت بعدها يافعة. اليوم نحن كنا بالمظاهرة شو العنوان؟ صار في بديل. عندكم بديل لرئيس الحكومة؟ هلأ مش هلأ مش للتسمية. هلأ طب تحرقوه طبعا. اوكي بس عندكم بديل؟ هلا الانتفاضه ككل بلشت تتكون مع 7 اشهر، ما انت عم تشتغلي. شفنا اخر يوم كانوا يعني كانت الحركه كثير خجوله. طبعا خجوله، العالم خايفاني وبدها خايفاني من الكورونا، خايفاني من زعرنه الزعران يلي بينزلوا. ليش وقت لكن يعني ما في ليش اخترتوا التوقيت بهالوقت؟ توقيت شو؟ توقيت المظاهره بست شهر. ستة نحن ما شاركنا، عم نحكي كحراك. هلا عم اخذتنا على محل ثاني، ما عم بتخلي السياق. ستة نحن صنعنا نبض، نحن مين؟ انتفاضة 17 تشرين. نعم. صنعنا النبض السياسي من 17 تشرين ل 28 شباط. كانت الحكومة والرئاسات الثلاثة والمجلس الوزراء والخطابات ومجلس النواب كله ماشي على إيقاع 17 تشرين. بتمشي أو ما بتمشي جلسة مجلس النواب على إيقاع 17 تشرين، بيقروا أو ما بيقروا القانون الفلاني أو القرار الفلاني مجلس الوزراء على إيقاع 17 تشرين. بمسؤولية وطنية طلعنا من الشارع لأنه في كورونا. نحن طلعنا من الشارع في مجموعات، في أحزاب سياسية من الملتين، موالاة اليوم ومعارضة اليوم، التقطوا أنفاسهم، كانوا كلهم تحت التصويب، التقطوا أنفاسهم، نظموا مجموعات وإجوا يفوتوا عبر الانتفاضة بلغة لم تكن تشكل أدبياتها ومطالبها منذ اليوم الأول. إجوا يقولوا لك نازلين على الشارع بمطلب وحيد هو أساس المدخل على هذه الأزمة بالبلد، اسمها سلاح المقاومة. مين موالاة يعني؟ بدهم ينزلوا سلاح المقاومة؟ موالاة ومعارضة عم نحكي، لا 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 عم بحكي نظموا صفوفهم. هلأ اللي معارضة الحكومة الحالية، نحن كلهم يعني كلهم، ما حدا نحن بالانتفاضة. لا لا فهمت عليك، أنا كمان عندهم موالات داخل الحكومة هن ضد من المجموعات المعارضة، شكلوا مجموعات ونزلوا إنه نحن نازلين ضد سلاح المقاومة. طيب أنا مش مثل مش التعريف اللي أنت عرفتي لارا بموضوع إنه نحن نوالي أو لا نوالي، نحن على خصومة شديدة مع حزب الله ونحن نرفض نزع سلاح المقاومة، والمقاومة منا حزب الله. أول شهيد للمقاومة بال 48 وبوج إسرائيل نائب بالجيش اللبناني محمد زغيب، وفي سلة طويلة عريضة من الشهداء وصولا للمرحلة الأخيرة، وبالتالي نحن ضد
نزع سلاح المقاومة قبل ما يكون في حماية واضحة للسيادة اللبنانية. نعم. نزلوا بموجب 1559. طب هودي السياديين بالدولة اللبنانية مدعي السيادة أريانينه لل 1559؟ هن أريانينه النازين يطالبوا فيه، هن بيعرفوا انه بال 1559 في شيء اسمه حل الميليشيات ونزع سلاحها. طب نجي لنقرأ مقدمة القرار، تشير الى القرارين 425 و426 اللي بيحكوا عن بيرجع بيأكد بالمقدمة مجددا دعمه لسلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها. بيرجع بالبند الأول مطالبة الأمم المتحدة احترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية إلخ 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 بالبند الأول. بيرجع البند الثاني انسحاب جميع القوى الأجنبية. بيرجع البند الثالث حل جميع الميليشيات ونزع سلاحها. طيب أنا بدي أقول لهم للمنظرين في السيادة، طبق البند الأول والثاني وأنا علي طبق لك الثالث. طيب بالتأكيد يعني أنا بس فتح نفسي الأستاذ هون بموضوع السياديين أنه نحن في بمطار رياء أو مطار الحمات قاعدتين أمريكية، ما حدا بيعرف لا شو بينزل فيهم ولا شو بيطلع منهم. ما شفنا نحن حماية السيادة كتير تحرك دمهم على هالموضوع. كمان هيدي بدنا شوي بدنا نضوي عليها، لأنه هيدي بالآخر بركي في اتفاقيات مثل ما هو الاتفاقية بأنه بعض الطيران سوريا ومقطع لتفلة اثنين، يعني كمان ما هو كل اتفاقيات. نحن وين من الاتفاقيات؟ اتفاقيات بتكون كلها ما في منها مجتزأة. يعني هذا بس فتح لأنه هون فتحنا نفذ الأستاذ يعني على الموضوع. قبل ما بدي روح على بريك أنا بدي أسألك سؤال عن موضوع حزب الله تحديدا، ولكن سؤال سريع عن موضوع رئيس الحكومة اللي أنتم حاضرينه. شو بيضمن للشعب اللبناني الفريق الآخر من الشعب اللبناني اللي هو مش رح نقول منه مؤمن بالثورة، ولكن هن في عندك جمهور كتير كبير جمهور حزبي، وعندك جمهور هو اليوم وضع ثقته بحسان دياب لأنه حسان دياب هو غير الطبقة السياسية الأخرى اللي هو ما في عليه أي شبهة، ما له متورط أساسا يعني. والوزراء اللي هن موجودين داخل الحكومة كنتوا أنتوا بتعلموا عليهم ولا لأنه هن منهم تكنوكرات لأنه هن واجهة للأحزاب، ولكن هو أشخاص إيديهم مش ملطخين بالفساد. شو اللي بيأكد أنه الطرح تبعكم هو أفضل من الطرح الموجود؟ نحن أعطينا لحكومة الدكتور حسان دياب، وحضرتك ذكرتي هذا الموضوع كائتلاف بناء الدولة، أعطينا لحكومة الدكتور حسان دياب فرصة. بعد مرور هذا الزمن لم تعطي هذه الحكومة الإنتاجية والعزم المطلوب، بل اضطرت إلى الانخراط. مين قال الاسم اللي عندكم أفضل؟ ماذا وصل؟ مش بالضرورة يكون أفضل، هي مفاضلة. آخر شيء الشعب اللبناني يقع أمام مفاضلات بين يعني بنقطة مين يمثل الشعب اللبناني؟ الشعب اللبناني ما حدا بيمثله، الشعب اللبناني بيمثل نفسه. مفاضلة. مين بيعمل الشعب مفاضلة؟ اللبناني هو بده يفاضل كله بتلوينه كله سوا بده يفاضل. في شعب لبناني هو أمام أي خيارات. شو المشهدية اليوم؟ المشهدية اليوم الشعب اللبناني بأغلبية ساحقة، مشهدية 17 و18 تشرين والأسابيع الأولى مبين شو كان في أعداد بالشارع، كان في أغلبية ساحقة انتفضت على الحالة الماضية، طيب الحكومة الماضية وكل أطيافها ومكوناتها. اليوم بحكومة الدكتور حسان دياب في ناس عطت فرصة، هذه الفرصة مرقت 4 أشهر وصلوا على محل أني أمام جو. نحن نرتقب وليرتقبوا معنا. الدولار ناطت على 7 و8 و9. هلأ رح نكون بمداخلة مع خبير اقتصادي بعد ناطت الدولار بس ينط الدولار، هذه الحكومة شو بتكون عملت؟ ما عملت شيء، والشعب عم بيجوع وعم عم بيموت بقلب بيته. هذا الشعب بده ينتفض، بده ينتفض ليقول أنا بدي مين. طيب جرب أطياف سلطة الفساد، هذه الحكومة لم تتحقق. نحن نقدم بديل. شو نحن حنفرض؟ لشو نحن بنحكي باسم الشعب اللبناني؟ لشو نحن بنحكي باسم انتفاضة 17 20؟ نحن ناشطون في هذه الانتفاضة. حراك اليوم، تحرك اليوم شو كان؟ البديل موجود كمشروع سياسي وكسلطة، والبديل مش اسم بتسقطي بالباراشوت، هو مفاضلة بناء على معايير، بتنحط معايير موضوعية، والشعب اللبناني بيلاقي حاله منخرط في تسمية وتكوين سلطة ودعمها. بالمحصلة التسمية حتكون بمجلس النواب للاستشارات والقرار والمرسوم عند رئاسة الجمهورية. يعني كنتم تعملوا انتخابات نيابية مبكرة؟ لا، ما قلنا انتخابات نيابية مبكرة، التسمية بس بدك تشكلي حكومة، بس التسمية تكون من نفس المجلس النيابي الموجود حاليا، بتكونوا ما عملتوا شيء ساعتها. السلطة للشعب، بس سقطوا الحكومة فوتوا البلد بالمجهول. السلطة للشعب مش للنهب. خلي مجلس النواب يسمي اللي بده اياه. نحن نعلم انه الشعب حيطوف بالشارع، مش لانه في حدا حيقول له انزل على الشارع، حيطوف بالشارع من الجوع، من الفقر، من الواقع الاليم اللي هو فيه. هالشعب بس يطوف بالشارع حيحكي مع بعضه وحيستعرض الاسماء المتاحه، وهو حيضغط على مجلس النواب، وهو حيسترجع مجلس النواب. انا اترقب مشهد حاد عنفي، حيفوتوا على مجلس النواب، حيفوتوا على مجلس الوزراء. الشعب اللبناني شو مستنظرين منه بس يكون امام خيارين؟ يا بده يموت من الجوع والذل، يموت
ما يقدر يجيب دواء، ما يقدر يجيب ربطة خبز لأولاده. هالقد نحن واصلين مستنظرين منه بعد يعطوا نظريات السياسيين ويقولوا له لا هذا الاسم ومنجيب لك حكومة وحدة وطنية من مكونات أطياف سلطة الفساد. الشعب حيسوق هو المشهد السياسي وحيفرض إيقاع. أنا مضطر أخذ بريك، بدنا نحكي معك عن موضوع حزب الله وبيئة حزب الله، رح نحكي فيها بعد البريك، ولكن رح يكون معنا مباشرة بعد البريك دكتور علي زبيب خبير قانوني دولي في الشؤون الاقتصادية، تنحكي عن آخر تطورات بالموضوع النقدي. بريك ومنتابع مشاهدينا. مساء الخير عن جديد مشاهدينا، رح ينضم لنا مباشرة عبر سكايب دكتور علي زبيب خبير قانوني دولي في الشؤون الاقتصادية. مساء الخير دكتور. مساء النور، بتشكرك على الاستضافة ست لارا. شكرا لك. يعني نحن حنفوت معك دغري بصلب الموضوع، بدي اسألك بي يعني نفوت من اخر خبر نقدي ومالي اللي انبثق امبارح عن قرار مجلس الوزراء بتخفيض سعر صرف الدولار وتحديده عند حدود معينة تدريجيا تتصير 3200 اذا ماني غلطانة، من 3980 ل 3200 وذلك من خلال ضخ الدولار. هل دكتور حضرتك بتوافق على بعض الآراء السياسية اليوم طلعت واعتبرت انه هذا الضخ سيزيد من استنزاف الدولار وتصديره إلى الخارج؟ بالحقيقة يعني بحب البداية وجه سؤال هو سؤال جدا مشروع، يعني كيف ممكن أي شخص يجزم التعاطي مع عملية خليني أقول استعادة موضوع العملة اللبنانية أو بالأحرى تثبيت أو بالأحرى إعادة موضوع سعر صرف الليرة لسكة صحيحة إذا هو منه على دراية مطلقة بعملية الأرقام، يعني بعملية ما هو الاحتياطي الصحيح الموجود في مصرف لبنان، وهذا لغاية الآن هو سر يحتفظ به حاكم المصرف المركزي. نحن لليوم ست لارا ما عندنا فكرة واضحة، يعني أنا ما بدي أحكي كخبير قانوني اقتصادي وضيوفك اللي كمان يعني بسلم عليهم، كمان ما بدي أحكي كخبرة، بدي أحكي كمواطن لبناني. المواطن اليوم ما عنده فكرة عن حجم الاحتياطي الموجود في لبنان. أنا برأيي الشخصي الاحتياطي القابل للاستخدام المباشر أي التدخل في سوق القطع لا يتخطى 3 مليار دولار، يعني أقل من تقرير فتش، يعني مخيف جدا لأنه في عملية استنزاف مستمرة عم بتصير بالليرة اللبنانية. وبالتالي اليوم قصة أنه نحن نضخ يعني مصاري أو نضخ عملة صعبة بالسوق اللبنانية لحتى ننزل سعر صرف الليرة بيطرح عدد كبير من الأسئلة. أول شيء إذا الاحتياطي موجود ليه سمحت الدولة بالدولار انه ينط من 1005 ل 2000 ل 2005 3000 لحتى وصل لحدود 5500 امبارح؟ انا ماني كثير بايد عملية ال 7000 لانه بعتقد هيدا رقم شوي خلقته الاشاعات، امبارح وصل لل 5500 5600 ليرة. ولكن بغض النظر عن تفصيل الرقم، اولا نحن ما بنعرف كمية الاحتياطي الموجود، وثانيا في مشكل كثير كبير على الارقام. الأخطر من هيدا وكله أنه اليوم إذا بالقريب المنظور وحتى يعني بالقريب حتى القريب المنظور أو بالمستقبل الأبعد منه شوي، لبنان ما رح يكون بانتظار أي نوع من ضخ أو نوع من أنواع ضخ العملة الصعبة، لا من خلال Foreign Direct Investment اللي هي الاستثمار الخارجي المباشر، ولا من خلال تحويلات المغتربين، لأن المغترب اللبناني من وراء الأزمة المالية العالمية ومن وراء أزمة الكورونا وإلى آخره لا يقوى على التحويل، بالإضافة إلى العوائق التي يعني تواجه اللبناني في الخارج من إجراء التحويل، لأنه عم يقبض مصرياته بالمؤسسات التحويل المالي بالليرة اللبنانية بخسارة تعادل 30%، بالإضافة إلى أنه مش كل المصارف اللبنانية عم تلتزم بعملية الفريش موني تاون. وبالتالي اليوم لما نحن ما عندنا دولارات بالسوق، نحن بس عندنا الاحتياطي الموجود يعتبر بس يعني عفوا بين هلالين نحن قديه حاجتنا، يعني نحن عم تقول ما عندنا احتياطي كافي، بس نحن قديه حاجتنا باليوم؟ يعني بيحكي عم بيقول نقيب الصرافين انه المستوردين لوحدهم بدهم 10 ملايين دولار. ست لارا اخطر شيء انه نحن نقيس هذا الموضوع على الحاجه اليوميه. نحن بلد
واقع بأزمة نقدية واقتصادية غير مسبوقة، وهي أدت إلى أزمة اجتماعية، والعملية ضخ الدولارات في السوق اللبناني هي تأجيل ممنهج للأزمة وتقريب للانفجار الاجتماعي الحاصل لا محل. رح ينبسط منك هلأ ناطر الشريف. الزميل شريف، أنا للأسف ما لحقت أسمع كل حديثه، وسمعت آخر شيء قبل ما أطلع معكم على الهواء، ولكن أنا اللي بدي أقوله أنه اليوم لارا السلطة ما أخذت ولا إجراء بأي طريقة لحتى تقول أنا كيف بدي أتعامل مع الأزمة. اليوم حقيقة الموضوع أنه السلطة قامت أو الحكومة قامت بإعداد خطة اقتصادية وقدمتها لصندوق النقد الدولي، ونحن بغض النظر عن قبولنا أو عدم قبولنا، وعم بحكي ما في عنا صفة نقول إلا كمواطن لبناني، بس من ناحية تقنية على الأقل في أمور انحطت بهذه الخطة صندوق النقد الدولي ما له علاقة فيها، صندوق النقد الدولي ما بتهمه. نحن الطريقة الوحيدة ليفوت مصاري على البلد، عم نحكي نحن من المنظار الحكومي، هو أنه نجيب برنامج لصندوق النقد الدولي، علما بأنه أحد أول الشروط هي الشروط اللاحقة وليست الشروط المسبقة، هي تحرير سعر صرف الليرة، وبالتالي اليوم من يتحمل تحرير سعر صرف الليرة؟ لجاوبك بشكل كتير مباشر على سؤالك، لازم نحن نعرف أنه السياسيين أو بالأحرى الطبقة الحاكمة والطبقة التي سيطرت على مفاصل الاقتصاد في الدولة اللبنانية لـ30 سنة وأكثر اللي مضوا، هي حريصة على شراء أسبوع أو أسبوعين بموضوع إعادة الثقة ولحتى تهدي الشارع وتهدي المواطن اللبناني. بس بحب أقول لك أنه ثمن هالأسبوع أو أسبوعين أني على الأقل شهر أو شهرين من طريق دعم الاحتياجات الأساسية، يعني نحن الاستيراد الدوائي والاستيراد الغذائي واستيراد المحروقات. طيب على المدى، يعني اذا بدنا نحكي بالمدى السريع القصير، يعني هلا الاصلاحات طبعا، يعني رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه، واليوم رئيس الحكومه كان واضح بي يعني بانه في كثير وثائق وكثير يعني اشياء موجوده وموثقه بكثير خبايا وبنهب كان حاصل بقلب الدوله، ورئيس الجمهوريه يعني هو كان على راس من يطالب بمكافحه الهدر لا واسعات الاموال منهوبه. ولكن اذا نحن بدنا نحكي على المدى القصير لا تجنيب اللبنانيين من انه يبطلوا حتى يقدروا يشتروا الامور الاساسيه، شو الحل على المدى بالمدى المنظور؟ اذا فينا نحكي سريعا لانه بدي اسالك عن موضوع ثاني كمان تنلحق. كثير سريعا الحل انك تحطي عالم بالحبس، الحل انه يتحرك القضاء والورشه التشريعيه اللي لها علاقه بست قوانين تتعلق بمكافحه الفساد وهن من اهم القوانين، يمشي الموضوع مع، ما بدي أحكي عن الإصلاح الشامل في السلطة القضائية وقانون استقلالية القضاء اللي احنا نتمنى أنه يصيره، ولكن الحل أنه نحن 17 تشرين مرق عليها أكثر من 8 أشهر ولليوم ما شفنا واحد بالحبس. الحل أنه نبطل ندور على دولارات نجيبها من برا من صندوق النقد الدولي أو من المغتربين أو من أكسجين فوند، ونحن دائما 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 لازم نغض نظر عن أموال نهبت عن طريق السلطة السياسية الموجودة حاليا بلبنان. الحل انه تعملي صدمة كبيرة بلبنان عبر إقالة بعض المسؤولين وعبر الادعاء على بعض المسؤولين وعبر انك تبلشي تعبي الحبوس. خلصنا، لازم نعرف. بس ما كل ما صار في ادعاء على حدا بيطلع في عندك حدا تاني بيقول لك خط احمر، في ناس مطلوبه للقضاء اليوم مش عم بيتم تسليمها تحت حجه انه ما في ضمانات، وكيف القضاء بده يشتغل طالما هو بالمقابل مطلوب ضمانات مثلا؟ انت عم تساليني شو الحل؟ اللي بخوفني انه اذا السلطه السياسيه والسلطه القضائيه تتلكا عن هذه الحلول، اعتقد ان السلطه الشعبيه ستاخذ دورها، وبالتالي ما تفكري هذا الموضوع هو موضوع ايجابي ابدا، لأنه للسلطة الشعبية تأخذ دورة، يعني في عملية فوضى قد تكون بناءة وقد تكون غير بناءة، لأنه سلطة هالقد صار لها متحكمة بمفاصل السياسة والاقتصاد والأمن في البلاد، بتعرف كيف تخرق هيك موضوع وتخلق الفوضى الغير الخلاقة، وهذا الشيء اللي احنا بنخاف منه. في كثير عالم بهذا البلد، بعيدا، بس اسمحي لي، بعيدا عن الشعبوية
وبعيدا عن الكلام اللي بيجيب جمهور، الكلام بيجيب زئيف، قاعدة على الطاولة وعم بتقول نحن عنا قوانين ونحن عنا قضاة شرفاء، ولازم بعض أو كل أركان السلطة السياسية يشعروا أنه صار اختلفت اللعبة ولازم يقوموا ببعض التضحيات. لهلأ ما صار فيه ولا حل جذري، لا، بدل ما نكون عم ندور على حلول نستعيد الأموال اللي نهبت بالداخل قبل من استعادتها بالخارج. أولا الفساد بعد مستشري وبعد عملية نهب الدولة مستمرة من خلال عقود بعد قائمة، وثانيا والأسوأ أنه بدل ما الدولة أو بدل ما الحكومة وأركان السلطة السياسية يجربوا يلاقوا حل، وأنا برأيي ما في حل بالمنظور القريب، صاروا عم يقولوا في شوية مصاري عم نستعملها نحن لحتى بعدنا عم نقدر نستورد دواء ومحروقات وأغذية، خلونا نستعملها لنهدي الشارع حتى نأخر الموضوع أسبوع أو أسبوعين، بركي بيصير في شي معجزة أو شي بلد يقول خدوا 20 أو 30 مليار دولار. هذا الأمر لن يحصل. طيب خليني اسالك انا، طالما حضرتك عم تحكي انه عم توحي وكانه هيدي ابره بنجن عملت للبنانيين، نحن لبكره يعني اذا عم تحكي عن اسبوع او اسبوعين نحن عشيه تطبيق او دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، كيف هذا القانون رح تكون انعكاساته على لبنان؟ مخطئ من يعتقد انه قانون قيصر يستهدف فقط النظام السوري، وانا ضد كلمه النظام، بالاخر في دوله سوريه، شئنا ام ابينا كنا مع هذا النظام او ضد هذا النظام، هي دوله قائمه معترف بها في الأمم المتحدة، وعلى رأس هذه الدولة نظام يمثل الدولة. قانون قيصر نعم يستهدف الدولة السورية، ولكن أيضا سمى بالاسم روسيا وإيران، لم يسمي لبنان، ولكن بواقع الحال لبنان من أكبر المستهدفين في قانون قيصر. نحن عمليا إذا بدنا نحكي من المنحى القانوني ما عندنا واجب قانوني بتطبيق أي قانون أمريكي، ولكن واقع الحال أن قانون قيصر في بقلبه عقوبات أولية وعقوبات ثانوية primary and secondary sanctions، وبالتالي ممكن أن يطبق على أي شخص أمريكي أو غير أمريكي. أولا، ثانيا، لا يقوى القطاع المصرفي اللبناني على تحمل عدم الامتثال لأي قانون أمريكي بكل بساطة، لأنه نحن كل القطاع المصرفي مرتبط عضويا بالبنوك المراسلة الأمريكية، والتي هي مستعدة أن تقطع أي علاقة مراسلة مع المصارف اللبنانية إذا لم يقم المصرف اللبناني بتطبيق القوانين الأمريكية. وبالتالي ليه عم بحطيك هاي المقدمة؟ لقلك أنه نحن ما عندنا خيار سوى الامتثال. اليوم كمان بعيدا عن أي موقف سياسي، لأنه أنا ولا مرة بحكي بالسياسة، سوريا هي الرئة الاقتصادية التي يتنفس منها لبنان. نحن عندنا البحر وعندنا فلسطين المحتلة اللي موجود فيها العدو الإسرائيلي وعندنا سوريا. جميع عمليات الاستيراد والتصدير البري تتم عبر سوريا، وحتى السوق السوري يستفيد منه السوق اللبناني بشكل كبير. اليوم لبنان كان معتمد على عملية إعادة إعمار سوريا ليكون هو محط لإعادة الإعمار، بركي بيظهر من الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية اللي واقع فيها. إجا قانون قيصر، اللي أنا بتأسف أنه الدولة اللبنانية قررت تفتح عيونها ودينيها على قانون قيصر، يعني عشية تطبيقه، ونحن نعرف كثير منيح أنه تم توقيعه ب 21 ديسمبر 12 2019، وبالتالي كان معنا 6 أشهر لحتى نعد خطة، أو بالأحرى لما إجت الحكومة وتشكلت عد خطة بكيفية التعامل مع قانون قيصر. للأسف الشديد هلأ تذكرنا قانون قيصر، أنا أصفه بالريبل لو، وهو القانون الذي يبدأ بدوائر ضيقة ويتوسع، وبالتالي نحن ما نعرف المشرع الأمريكي كيف سيطبق، أو الإدارة الأمريكية أو الخزانة الأمريكية كيف ستطبق قانون قيصر. تعرف لارا أنه قانون قيصر ممكن يبلش من مطرح كثير واسع، وبالتالي في عنا كلمة significant و knowing، يعني المساعدة المهمة للنظام الاقتصادية knowingly عن معرفة. مين بيحدد شو يعني مساعدة مهمة؟ يعني ما هو مهم وما هو غير مهم؟ ومين بيحدد إذا الذي يقدم المساعدة ويقدمها عن معرفة أو عن جهل أو عن عدم معرفة؟ وبالتالي أي شخص فيه ينطال بقانون قيصر، حتى موضوع الترانزيت عبر الاستيراد والتصدير اللي العالم عم بتقول نحن مش خايفين منه، بأي وقت الإدارة الأمريكية فيها تقول إنه هل تستفيد الدولة السورية وبالتالي النظام السوري من عملية الترانزيت مادياً؟ نعم هي تستفيد، وبالتالي ممكن أن يتضمن أو يطبق قانون قيصر حتى على هذه الأمور البسيطة والضئيلة. بالمحصلة حتى ما كثير طول بموضوع قيصر، قانون قيصر
سيشكل كارثة اقتصادية كبرى وغير مسبوقة في حال قررت الإدارة الأمريكية أن تطبقه بحذافيره. وبالتالي أجدر بالحكومة اللبنانية قراءة القانون، وأنا بشك أنه لما الوزيرة عكر وزعت هذا القانون على الحكومة بشك أنه الوزراء تمعنوا بقراءته، لأنه لو تمعنوا بقراءته كان لابد من وجود اقتراح أنه يتم تشكيل لجنة معينة على رأس بعض الوزراء الخبراء بالاستعانة مع بعض الخبراء القانونيين الاقتصاديين، وطبعاً وبالاستعانة ببعض المبادرات الموجودة على سبيل المثال للحصر في مبادرة Private Sector Dialogue اللي هي يعني موجودة من أكثر من 10 سنوات بديرة اتحاد المصارف العربية وبترأسها نائب حاكم مصرف لبنان السابق دكتور محمد بعصيري. بغض النظر إذا الناس بتحب هيدا النوع من المبادرات أو بتحب يعني أشخاص معينين كانوا بالسلطة النقدية أو لا، هيدي بتفتح مجال للحوار بين المصارف العربية والمصارف الأمريكية. أنا ما عم أقول حصرا، عم أقول في عدد من المبادرات لابد من الحكومة للاستعانة بأي شيء فيها تستعين فيه للتواصل مع الإدارة الأمريكية، حتى ممكن نحن نوصل لمقاضاة الإدارة الأمريكية، لأنه تطبيق هذا القانون ممكن أن يؤثر على حياة الفرد والمواطن اللبناني ويدخل في ديم في 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 دوامة اقتصادية بتزيد من الوضع المأساوي اللي نحن عايشين فيه، تؤدي إلى إفقار اللبناني وتؤدي إلى انفجار اجتماعي. يعني بالإنجليزي بنقول adding insult to injury، يعني عم تزيد عم تصب الزيت على النار. ولكن دكتور يعني الحكومة شكلت لجنة لمتابعة قانون قيصر واجتمعت الاثنين الماضي، يعني يمكن حضرتك عم تعتبر انه هيدي فترة قصيرة كان لازم تكون متنبهة من قبل لهذا الموضوع، بس لكن هي بدأت يعني بدأت بمواكبة مدى انعكاس هذا القانون على لبنان، بس طبعا نعتبر انه الحكومة هي غائبة عن هذا الامر. انا مني مع خير من ان تأتي متأخرا او من ان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي ابدا ابدا. نعم. نحن نعم. الاداره الامريكيه هي منا يعني منا اداره لبلد شقيق وقريب وفي علاقات مستمره معه. نعم، شكرا لك. الأمريكية تخبط بوضع داخلي غير مسبوق وما بعتقد عندها وقت تتواصل معنا، وما بعرف اصلا اذا اللجنه اللي انت حكيت عنها عندها المخطط انه تتواصل مع الاداره، هي لجنه لدراسه كيفيه التاثير وكيفيه التعامل معه. نحن بنتمنى قانون قيصر ما يضرب لبنان أكثر ما لازم، نتمنى من الحكومة اللبنانية تتواصل بأسرع وقت للإدارة الأمريكية. وبس أحب أختم أنه المسار التغييري هو الحل. كيف لك أن تستعيدي الثقة باقتصاد لبناني طالما الطبقة الحاكمة التي ضربت هذا الاقتصاد وهذا البلد لأكثر من 3 عقود هي التي تستمر في حكم هذا البلد؟ شكرا لك كثير دكتور علي زبيب، الخبير الدولي في او خبير قانون الدولي في الشؤون الاقتصاديه، شكرا لك على هذه المداخله. حسان، بدي احكي معك تحديدا عن موضوع الدولار وتهريب الدولار الى الخارج. اليوم الى اي مدى حزب الله يتحمل مسؤوليه استمرار هذا الموضوع، خاصه انه امبارح يعني هذا مش عم نتبني نحن كمحطه، نحن امبارح كان على لسان نقيب الصرافين كان عم بيقول انه في أموال على بطريقة غير مباشرة أنه هذا سيحد من تهريب الأموال الخارج. اليوم حزب الله بوجوده على هذه الحدود وبانتشاره على هذه الحدود وبقوته أيضا العسكرية والأمنية الموجودة على الحدود وكشريك أساسي في الحكومة، قد بيتحمل مسؤولية هذا الأمر؟ وهل فعلا هو لا يملك السيطرة على هذه المافيات اللي هي تعمل على خط التهريب؟ بالتأكيد لا، ما عنده بالتأكيد سيطرة. بالتأكيد لقلك شغلي قبل كل شيء، التهريب خلينا نشرح الأمور. التهريب هو غب الطلب. يعني كمان في تجار لبنانيين كانوا عم يطلعوا يجيبوا دولار من سوريا، ورح اقول لك كمان انه يعني اول كل قبل كل شيء خلينا نبلش الامور نعملها شوي عرض تاريخي صغير بس بسرعه لانه ما عندنا كثير وقت نلحق نحكي عن رأس اكثر من موضوع. الرسامير اللبنانيه كانت من زمان برجوازيه اللي بشكل اللي هي البرجوازيه اللبنانيه اليوم من اصول سوريه. ب 58 بكثير سريع سنه 58 صار في ثوره الوحده المصريه السوريه، صار في تأميم للوسائل الانتاج، هاجر جزء من رأس مال السوري على لبنان. 63 حزب البعث استلم الحكم، في عنده نظام اقتصادي موجه مشان نختصر، كمان هاجر جزء من رأس مال السوري للبنان. لبنان حتى جزء من دخول الجيش السوري او يعني جزء من امساك الامن بلبنان
كان لحمايه المصارف، لانه من خلال الدوله السوريه عنده نظام اقتصادي موجه، من خلال التجار السوريين بيقدروا يستعملوا لبنان كمعبر لاموالهم لمركز تحويل اموالهم. بالفتره الاخيره عم نحكي كثير باختصار، المعلن عنه محجوز بلبنان 40 مليار للسوريين، رياض سلامي حجزهم. ما صارت الازمه، لانه اكبر دليل كان الدولار بسوريا 45 ليره ووصل اعلى حد لتشرين لثوره 17 تشرين لل 500، فجاه نط وصل ل 4000. يعني اخر شيء بعدين ضغط الدوله السوريه ونزلت الدولار لحدود معينه 40% بنزول. هون اللي بنقوله انه كمان يعني مش الموضوع منه مزبوط. هلا منه مزبوط شو كيف هو؟ يعني في تجار بيبيعوا منه بالعكس، ايه بس حسب الله مسؤول عن لا بس مكان. ما عنده يعني ما عنده مونه، ما عنده نفوذ، عنده مونه هو يضبط المعابر، يضبط المهربين، هي شغله الامن العام. على فكره حتى الامن العام اللبناني فيك تسالي ضبط سيارات فيها مهرب اموال من سوريا للبنان وليس العكس، انا مسؤول عن كلامي. فاذا هون الموضوع منه يعني الحزب مسؤول عن ضبط الحدود، هذه شغله الدوله اللبنانيه. موضوع الدولار هو قلت لك في غب الطلب، في لبنانيين بيشتروا من سوريا، في سوريين بيبيعوا على لبنان، هذا موضوع له علاقه بتجار. اما الدولار موجود بسوريا بكثره مناطق قصد، مطرح ما في الاكراد، الاكراد عم يبيعوا البترول. انا عم اقول لك عن مضبوط مناطق المسلحين، وفي بواب، انا مسؤول عن كلامي، في بواب من الدوله السوريه لهم، بالنهايه هي دوله عندها شغل، يعني عندها في ناس بتتعامل معها. ما نحن عندنا دولار بلبنان. طيب السؤال الثاني، نحن على مستوى صغير، معاشي انا رحت بدي اسحب بعض الدولارات اللي هن بيتعدوا، ما بيتعدوا 400 دولار هون بلبنان. شوفي بدك تسكر حسابك مشان ما يدخلك مشان ما يدخل حساب بالدولار على لبنان. مين عم يجفف بيكون الدولار؟ مين عم يجفف الدولار بلبنان؟ طيب لو ام تي ممنوع بامر من حاكم مصرف لبنان، صح ولا لا؟ تحويل دولار. دولارات من المغتربين اللبنانيين، صح. مين مسؤول؟ سوريا؟ حزب الله مسؤول عن المصارف؟ لا مسموح، بس هو بياخذ الدولار وبيعطيك اياه على اللبناني على السعر اللي هو هو ياخذه. حزب الله عم ياخذه؟ لا عم نحكي عن رياض سلامه. طيب يعني طيب بس انا بدي اسالك، اليوم في اجواء بالصحف كانت عم بتقول انه امبارح يعني بظل الكلام والاجواء السائده كانت صباحا، الكل عم بيقول انه في طرح لاقاله حكم مصرف لبنان. اليوم كان في اجواء بالصبح عم بتقول بالصحف انه اللي صار امبارح هو انه حزب الله ابقى على حكم مصرف لبنان لاستخدامه للضغط عليه لاستنزافه للاخر يعني استكمال موضوع تهريب الأموال إلى سوريا وإخراج الأموال دولار من لبنان إلى سوريا. شو تعليقك على هذا الموضوع؟ أول شيء حزب الله من أول نهار قال لهم إذا خدتوا قرار مجلس الوزراء بإقالة رياض سلامي أنا معه، بس حزب الله ضد إدخال لبنان بالمجهول. يعني كمان في أنا ما أنا شغلتي، في اقتصاديين عم يحكوا كمان ممكن يكون لهالإقالة الغير مدروسة بدون برنامج وبدون حاكم يكون في لها تداعيات سلبية بعد أكثر. هذا انا نقلا عم احكي عن الخبراء بهالمجال، انا ما مني خبير لعارف تمام هو شو يعني وين المفاصل اللي كمشها. بالتاكيد حاكم مصرف لبنان لحتى في سلطه سياسيه بعد وناس عم تحمي، لانه هو كاتم الاسرار، رئيس الجمهوريه حكي وطالب بكشف حسابات، ما عم يصير يعني كشف حسابات للناس اللي هربت الاموال من لبنان. وزير جبران بيصير حكي عن تهريب اموال بين شباط وكانون الثاني، يعني هلا بال 2020 كمان ما في جواب. هلا ليش في مظلات حمايه؟ اذا في سيت ما في توقفوا يا عم، تم السلطه معه. السلطه يعني لحظه وقتها بنرجع نردك على اتفاق الطائف. ما نضحك على حالنا. السلطه معه، اذا رئيس الجمهوريه اليوم مطلوب منه انه تشكيلات يعني موجوده التشكيلات بالدستور وبالقانون انه لازم تكون يعني موقف مشترطه بتوقيع رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه نفذ حقه او قال عم يخربط السلطه القضائيه. فكيف الحديث؟ طيب كيف رئيس الجمهوريه بده يحكم؟ هن بيعتبروا انه هذا تدخل بشو؟ تفاعل آلية مجلس قضاء الاعلى، وزيره العدل. اكبر دليل وزيره العدل اللي هي قريبه من المجتمع المدني ومن الحراك، هيك بيعدوها يعني شخصيه قريبه منهم، ما كانت تمضي التشكيلات، ما كانت توقعها، وبعدين شو عملت؟ قال انا مضيت بس ماني راضي، وحملت رئيس الجمهوريه الموضوع، وهذا كان اكبر غلط. صار في مدعي عام التمييز قال هو بده يتحكم، بده هو يعني يهتم بموضوع النيابات العامه، هو هاي المجلس القضاء العام مسمته السلطه السياسيه بلبنان، رجع لبيت الحريري عم اقول لك اياها هون على الهواء، رجع لبيت الحريري مشان التشكيلات اللي لها علاقه بالنيابات العامه. رئيس مجلس القضاء العام؟ لا مدعي عام التمييز. والشغله الثانيه انه كل القضاة اللي اشتغلت على مكافحه الفساد، المطلب اللي الاستاذ عم يطالب فيه اجوا بده يشلهم محلاتهم، ولازم رئيس الجمهوريه شغلته يطلع يعد، يعمل عداد للنواب يعدهم، بس هو ايه عنده فوق عداد بيعدهم، شو بيقولوا له بيسمي
وبرجع بيعملوا التشكيلات يعني دوروا فوق مش بروتوكولي فولكلوري بدهم اياه. خدها مش العون اذا ما بتعرفوه قلب الطاولة عمليون حدا بحياته يعني درسوا تاريخه مظبوط. مثل كان وقت كان قائد لواء دائما كان عائد قال له لسفير الامريكاني قال له نحن جنودي رسموا الخطوط الحمر بدمهم مش بيعلم مش بيحبر اقلامك. وبعدين وقتها مخيل الظاهر بدنا نحكي كل التاريخ قال له لا ما في ما بينفرض رئيس على لبنان بدهم اياه عداد يطلع يعد النواب وهن بيتفضلوا فوق هو بس يعني بيصوروا حده وهلا بيجي مدعي عام تمييز وبده يخالف وبيرجع بيتفقوا حتى وزيره العدل ورئيس الجمهوريه ورئيس مجلس القضاء الاعلى بيتفقوا على اليه للتشكيلات بيراعوا فيها موضوع الاقدميه موضوع يعني في كمان نواب في بعض عفوا القضاة عندهم في عليهم بعض يعني ارتكابات او مخالفات على التفتيش ايه تمام ما تراعى كل شيء ولازم رئيس الجمهوريه هو قال لهم لا مزبوط معكم حق ويطلع دور هو بس بيحضر بيتصور معه بمجلس الوزراء وما ابدا يعني بس يكون هيك قلت لك دور فولكلوري ما بيصير الحديث اللي عم بيقوله هذا. ما بتلاقيه بعدين في شيء رئيس بالعالم ما بده عدة شغل لا كيف يعني كيف رئيس جمهورية كيف بده يشتغل ما معه يعني لا دستور سمح له ما في صوت مساعبة انه هلا الرئيس عون كان رئيس كتلة نيابية بالسابق عنده يعني وراء كتلة نيابية داعمة وراء زعامة شعبية لقاله ممثل للشعب قبل رئيس الجمهورية بده يجي يشحدوه وزيرين وثلاث وزراء وما بعرف شو وفيك وما فيك طيب خيله الرئيس اذا هيك ليه ما عندكم ليه انتم معترضين على هذا الكلام لانه نحن في عنا دستور نطبق الدستور الدستور ما بيقول انه لازم يكون رئيس ماضي لشو لك المشترطين لتوقيع رئيس الجمهوريه بعدني قلت الدستور بعدني ما حكيت لك خليني احكي لحتى نحن اليوم في غياب سلطه القانون وغياب دور القضاء والرئيس ميشيل عون بيعرف هذا الكلام كثير منيح واساس اصلاح هذه الدوله هو تطبيق سلطه القانون ومرجعيه القضاء لنقدر نوقف هالفساد ونبني دوله طيب امام هذا الاستحقاق مجلس القضاء الاعلى وضع معايير مجلس القضاء الاعلى اللي وضع المعايير وضع معايير يشتغل على اساسها من بده يجيب القضاة مجلس القضاء الاعلى حيستوردهم بده يجيب القضاة اللبنانيين القضاة اللبنانيين مين معينون من 92 لليوم لشو انه القضاة اللبنانيين بتعينوا على الكفاءة؟ لأقول لك مين بفوت على الكفاءة؟ 5% لل 10% بامتحانات معهد القضاء. لا ما فيك تنسوا 5% يعني لل 10% معهد القضاء لا ما عندي ولا قاضي ما عندي ولا قاضي ما عندي مرق قضاة مرق قضاة ورأس مجلس ما عندي ممتازين سيدة لبنانية تحمل شهادة في القانون وهي متميزة بالقانون محجبة؟ لا ما عندي ولا قاضي محجبة. ما عم بحكي لاعطي معيار لاشرح لك شو هلا انا صراحه ما في محجبي مش ما في ما في ما في بس انه خلينا ما نظلم يعني لا يعني في فيتو على المحجبين بس طبعا طبعا في فيتو في كريتير وفي تدخل سياسي والقضاة هي وظائف فئه اولى حتى قبل ما يصير فئه هذه الوظيفه في الدوله السلطه هي يا ريت تكون سلطه عاملينها وظيفه بتخضع للمحاصصه تخضع للمحاصصه اخر شيء مجلس القضاء انا مش جاي دافع عنه هذه التشكيلات يعني القضائيه اللي وضعها خليني بس وصل الفكره للاخر هذه التشكيلات القضائيه يلي وضعها فيها نقاط نحن محامين وبقلب العدليات وبالشغل فيها تسميات بنعرف انها ترك بمكان ما الى جهات سياسيه بس انا شو المبدا اللي بدي احققه هذا الميشيل عون اللي عم يحكي عنه فخامه رئيس الجمهوريه بالتاريخ النضالي اللي عنده الأجدر كان والأصح هو حماية مبدأ فصل السلطات طيب هذا الدستور اللبناني بمقدمته بيقول أنا ما عم جيب من عندي مش هو عم بيقول صلاحياته الدستورية بمقدمته عم بيقول الدستور اللبناني أن النظام قائم على مبدأ فصل السلطات فصل السلطات بس ما تقطش والتعاون بينها والتوازن أين يكون التوازن أين يكون التوازن وقت اللي السلطة القضائية بتحط مشروعاتها بتجي السلطة السياسية بتتدخل ليش بتتدخل طب ليش عاطين الصلاحية الصلاحية بس رئيس مجلس القضاء الأعلى أمام مين يقسم اليمين أمام رئيس الجمهورية أمام السلطة طبعا. السياسية طبعا بس ببطل عنده استقلالية كيف يعني اشرحي لي كيف عم تجاوبوني اثنين وما عم تخليني العدل كمان الاتفاق مع وزير العدل ما قطشتك بس بقدر اوصل الفكرة أنا بعتوا لي على الواتساب انه مش عم نقدر نفهم عليكم بالمبحث الاول قبل الاعلام لانه عم ننط من فكره لفكره خلونا نسمح للفكره تاخذ مجراها اذا اليوم الرئيس ميشيل عون بيجي بيقول تعال يا مجلس القضاء الاعلى كلكم سوا من الرئيس سهيل عبود وكل اعضاء مجلس القضاء الاعلى حاترك لكم التشكيلات القضائيه بس ححملكم مسؤوليه اي خلل فيها
تكريسا لمبدا استقلاليه السلطه القضائيه، بس انتم سلطه بدكم تحملوا مسؤوليه قراركم، بدكم تحملوا مسؤوليه هذه التشكيلات ومعاييرها. اما وانه رد برد التشكيلات شو بيصير؟ هلا اذا انا بدي اقول لك، انا محامي بدي اوقف قدام قاضي، اذا اليوم القاضي سهيل عبود بيشيل اسم وبيحط اسم قديس قاضي محله وبتطلع على رئاسه الجمهوريه وبيمضي رئيس الجمهوريه، هذا القاضي القديس سقط عندي، لانه رده التشكيلات القضائيه، انا محامي، انا شغلتي اتعامل مع القضاء، رده التشكيلات القضائيه لانه رئيس لانه سلطه سياسيه فرضت اعادتها لتغيير اسم مكان اسم بمعزل عن الموضوعيه. بس رئيس الجمهوريه حتى ملاحظات دستوريه، حتى الملاحظات الدستوريه وقت السلطه السياسيه، وقت السلطه السياسيه تعري السلطه القضائيه من استقلاليتها كل الملاحظات ما لها قيمة. التشكيلات القضائية الماضية اشتغلها شخصين، الماضي قبل هاي اشتغلها شخصين، نحن أولاد الكار، سعد الحريري وجبران باسيل، وتشكل التشكيلات القضائية سياسية، نحن أولاد الكار. أنا ما عم جيب من طيب من عندي. خليني بعدين عن جد دقيقتين ماكسيمم، يعني حتى أقل من دقيقتين، يعني سؤال أنا بدي أختم فيه هيدا السؤال. امبارح شفنا مشهد يعني لم يكن مألوف بالمظاهرات السابقة، ولد الضاحية الجنوبية خرجوا إلى الشارع، وكان واضح من وين كانوا داخلين، من أي مناطق، من مناطق الضاحية الجنوبية. هل اليوم هناك تغير في مزاج بيئة حزب الله؟ الخميس ولا باختصار نعم امبارح ولا الخميس؟ امبارح وأول امبارح. أول شيء من البداية 17 20 جمهور حزب الله شارك فيه بقوة، وشاركوا بأول أيام بداية الحراك بقوة، وبقدر سمي لك شخصيات نزلت من حزب الله على الحراك. الدكتور حبيب فياض كان ظاهر منه مخبى، يعني عم نعطي مثل. وقت اللي راح جربوا بعض المجموعات تحرف الحوار عن مساره الحراك، عفوا عن مساره، ساعتها حزب الله طلعوا من الحراك. فهني بالأساس هني بقلبه وهني معه، طلعوا من قلبه لانه كان في لنا ليك في اسباب معينه، في شعارات سياسيه ما بيتمنوا حزب الله. في فرق، حزب الله بيميز بين الحراك وبين موضوع التحركات السياسيه. فهو هلا منه ضد اكيد، انا عم اقول لك منه ضد. وكمان بعدين الشغله الثانيه، اذا حدا عم يجرب انه بيستعمل الشارع ضده للضغط عليه، حزب الله هو ملك الشارع، وبسنه 2007 قدر نزل تظاهرة وقت اللي استأثر الرئيس سنيورا بالسلطة، وكان في حكومة مبتورة يعني بغير مسائية، نزل حشد بحسب كل وسائل الإعلام العالمي انه غير مسبوق بتاريخ لبنان. طيب شريف، بدي كمان اختم معك بسؤال بس ب 30 ثانية. اليوم ما بعرف إذا شفت التغريدة تبع الرئيس الحريري بعد الجولة اللي قام فيها على وسط بيروت، يعني كان كلامه فيه يعني ملامح طائفية، وحكى إنه لأهل الحكم والحكومة ورعاة الدراجات النارية نقول بيروت ليست مكسر عصا لأحد. وحتى النائب السابق نهاد المشنوق قال يا أهل بيروت أنا الأول لندافع عن مدينتنا أمام جحاف الحاقدين على عاصمتنا الحبيبة، الحاقدين على الشهيد الحريري وتحالف الحاقدين على السيدة عائشة حقدا عمره 1400 عام. انتم الا تخشون على تحرككم على ثورتكم من هذا الطابع الطائفي؟ 20 سنه لانه على تغريده ما حرد على تغريده نهاد المشنوق الطائفي الواحد. بخصوص كلام الرئيس سعد الحريري، من هم رعاه الدراجات الناريه اللي عم يحكي مع عنهم؟ واضح عن مين عم يحكي. عمين عم يحكي؟ اشرحي لي لحتى افهم. عم يحكي عن الثنائي الشيعي، عن الثنائي الشيعي. هن هو تحالف هو وياهم وشكلوا حكومات وحده وطنيه من 2005 وبالجايه. نحن في انتفاضه 17 تشرين، نرحب بمن ياتيها كافرا ام مؤمنا، رؤيويا ام عنفيا. اخر شيء، هذه انتفاضه وهي عم تتحول لتصير ثوره بناء على سلوكهم. مش ما في كتالوج اللي بيجي على الانتفاضه بنعطيه كتالوج بنقول له هيك بتصير الانتفاضه. عالم عم تطلع من بيوتها عن جوع، وستنتصر هذه الانتفاضه باذن الله، مش لانه عناصرها ومكوناتها جباره، لانه اطياف سلطه الفساد سيئين لدرجه انه ما بقى عندهم شيء يعملوه، والشعب صار مضطر ينزل يقاتل باللحم الحي. شكرا لكم ضيوفنا بالاستوديو، الصحفي حسن الحسن والمحامي شريف سليمان الناشط السياسي. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. شكرا جزيلا.